شايف مين احسن لاعب في الاهلي النهارده؟ النجم كلهم نجوم بصراحه، بس جاي الله اكبر عليه، نجم فوق العاده، قدر يحط جون واثنين واللعيبه مش قادره اقول لك احنا كنا منتظرين احسن من كده، بس رجاله وكنت قد المسؤوليه، والمدرب اللي جاي جديد حابب يقول للاهلاويه ومصر كلها انا مدرب كويس وعلى قد المسؤوليه، المهم مش اللي انا خدت كام بطوله، المهم ان انا هجيب لكم كام بطوله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، من دعانا وربنا، وبصراحه لعبوا احسن لعب بصراحه بصراحه، وعقبال الدوري ان شاء الله ان شاء الله. الماتش كان حلو جدا، وهم تعبوا ضيعوا فرص كتير كان، بس الحمد لله ومبروك ان احنا في الاخر الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا الكاس الحمد لله. بصراحه اجاي عامل شغل جامد يعني، تعب وكان دمه محروق وهو بيلعب. شايفه انه مدرب كبير ان شاء الله، والماتش اللي انا شفته دلوقتي بيقول ان الدوري برده اللي جاي اهلاوي كالعاده. الف الف مبروك الاول، انا احب اهني جماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره كابتن محمود الخطيب على اول بطوله، ان شاء الله تكون مش اخر بطوله السنه دي. بدايه مبشره جدا لرينيه فايرال، ارى الملعب كويس في اول الماتش. احنا كجمهور اهلي ما بيبقاش شاغلنا مثلا هنفوز او لا، احنا متاكدين من الفوز. احنا جمهور اهلي بيبقى شاغلنا طول الماتش احنا هنفوز كام. طبعا حاجه جميله جدا، والاهلي استحقها، واللعيبه تعبت جدا، ومدرب ان شاء الله كويس، واللعيبه فعلا ادت اداء كويس جدا يعني، وجونيور رجاييه بالذات جاب جونين احسن من بعض.